السلام عليكم خويا، الاسم ديالي محمد المحمودي من دوار الضاغه جامعه راس العين اقليم يوسفيه. خويا الدوار هذا كيعاني من الماء، تقريبا فيه 350 دار. 350 دار عاد نسقي ود البير، البير ما وجدش، باغي خاصو شاطو. هو مني كتجي في هذه الوقيته ديال الصيف هذا ما كيكفيناش الماء، تقريبا كل دار كيخصها 4 البريمل 5 ديال 200 متر. من كتجيبنا انا كيجي من 10 حتى العصر، تقريبا الربع ديال العشيه الخمسه ديال العشيه كيبقى يتسنى الماء، والماء ما كيكفيناش. وكنطلبوا اخويا من الا كان شي محسن يتعاون معنا هو يجهز لنا البير هذا، وما كرهناش شي بير اخر باش الماء يوجد لنا في الدوار. كيخصنا الشاطو من عند شي محسن يعاونونا، وخاصنا الماء لهاد الدوار. ملي كتقطع السقايه كيبقى بنادم كيجيح بالعطش، هادشي اللي خاصنا. خاصنا شي بير اخر، شي محسن يطلعوا لنا شي بير وندخلوا الماء للديور ونفرحوا. المنطقة شنو هي المنطقة سميتها؟ منطقة دوار الضارغة قيادة راس. السلام عليكم، حنا كنهضروا على المشكل اللي حفروا في جامعة راس العين دوار الضارغة قيادة راس العين. كنهضروا على الرب الفردي اللي حفروا في الدوار النص والنصف الاول، وعندنا المشكل ديال الماء ديال البير، يعني ما كيكفيش الدوار، وكنطالبوا بشي بير اخر ان شاء الله الا كان شي محسن ولا جامعة ولا اللي كان يكمل لنا هادشي اللي بداو. يعني راه ولاو مشاكل دابا في هذا البير هذا، في الطاقه ما كتكفيش، يعني كتخدم غير نص النهار في داك، كتلحق العشيه ما كتخدمش. دابا النص حفروا في الدوار والنص بقى، يعني بغينا نهضروا على هذا المشكل ديال على هذا الشيء، كملوا لي شوفوا لنا شي حاجه. يعني البير ما كافيش، بير واحد ما كافيش، حنا كنطالبوا بير اخر يكون الشاطو ديالو باش الناس يعني تسكن النهار كله تدوز الماء ديالها. يعني في النهار ما كيكفيش، كيكفي واحد الساعه ولا ساعتين في وسط النهار، في العشيه وفي الصباح ما كيطلعش الماء. والطاقه يعني خدام ما خداماش بداك الجهد اللي باغا، يعني والدوار كبير بزاف، هذا الشيء اللي كنطالبوا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.